وهذا سر بيني وبينك، مفتاح قلوب كثير من الرجال عن طريق بطونهم. تعلمي هذا الفن من أمك قبل الانتقال إلى بيت الزوجية، قبل أن تحرق القدور وتكسر الصحون. ولا تنسي المحافظة على أوقات الطعام، ولا تجعليه ينتظر طويلا. ها أنا أخبرتك والباقي عليك. الوقفة الخامسة، أحبي أمه ووقري أباه تنالي رضاه. أيتها المباركة، إن من توجيهات الإسلام وهدي الصحابيات الجليلات والصالحات من المؤمنات على مر العصور الحرص على إرضاء والدي الزوج وخدمتهما وحسن معاشرتهما والتواضع لهما ولين الجانب، لأن ذلك من مظاهر إكرامها لزوجها وحبها له، بل هي بذلك تيسر له بر والديه وصلة رحمه. فكوني له مفتاحا للخير، مغلاقة للشر، وكوني له عونا على الطاعة. ألا تحبين أن يكرم أهلك ويحبهم؟ بلى بلى تحبين. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخاه ما يحب لنفسه. الوقفة السادسة، هل الخادمة ضرورة؟ دعينا أيتها المباركة نتحدث عن هذا الموضوع بصراحة. إن كانت الخادمة هي التي تطبخ وتغسل وتكنس وتربي الأطفال، فما هو دور الزوجات؟ أما ترين أيتها المباركة أن كثيرا من النساء قد زادت أوزانهن وتعودن على كثرة النوم والخمول والكسل، وأصبحن يعانين من أمراض السكر والضغط وزيادة الدهون في الجسم. أما تعلمين أيتها المباركة أن العمل في البيت يعتبر صحة وقوة ورشاقة؟ أما تعلمين أن الخادمات سبب لكثير من المآسي التي حدثت في بيوت المسلمين؟ اسمعي عن السابقات الأولات من المهاجرات والناصرات. قال علي رضي الله عنه لابن أعين: ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إلي؟ قلت بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخدم، فقلت لها: لو أتيت أباك فسألتيه خادما؟ فذهبت رضي الله عنها وأرضاها، فوجدت عنده أحداثا فرجعت. فأتاها صلى الله عليه وسلم من الغد فقال: ما كانت حاجتك؟ فسكتت. فقال علي: فقلت أنا أحدثك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها يعني فاطمة، إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت القربة حتى أثرت في نحرها. فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك تستخدمك، يعني تسألك خادما يقيها حر ما هي فيه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا فاطمة، اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فذلك 100، هي خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله، ولم يخدمها خادم. رواه الخمسة إلا النسائي. فكوني مثلها أيتها المباركة، كوني راضية عن الله وعن رسوله. اصبري على خدمة زوجك مهما كانت شاقة، لا تسخطي ولا تمني ولا تتكبري. اخدميه بنفسك ولا تكلفيه استئجار خدم فيثقل كافلة وينقص عيشك وعيشه، وتفقدين كثيرا من حبال الود والترابط. وإن كان هناك ضرورة فالضرورة تقاس على قدرها،
وضمن الضوابط الشرعية. الوقفة السابعة قصة ومعنى. زار إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه إسماعيل في مكة بعد طول غياب، فذهب إلى بيته، يعني إلى بيت إسماعيل، فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ليس هنا، ذهب يتصيد. فقال: هل عندك ضيافة؟ قالت: ليس عندي ضيافة وما عندي أحد. وسألها عن أحوالهم فقالت: في ضيق وشدة. فقال إبراهيم: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة الباب. فلما عاد إسماعيل عليه السلام وجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل عندك أحد؟ قالت: جاءني شيخ كذا وكذا كالمستخفة بشأنه. قال: فما قال لك؟ قالت: قال أقرئي زوجك السلام وقولي له فليغير عتبة الباب. قال: ذاك أبي يأمرني بطلاقك. فطلقها وتزوج أخرى. ثم زارهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد زمن، فجاء بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيد وهو يجيء الآن إن شاء الله، تعال فانزل يرحمك الله. لاحظ الفرق، لاحظ الفرق أخيه. فقال: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم. قال: فهل عندك خبز أو بر أو شعير أو تمر؟ قال: فجاءت باللبن واللحم، فدعا لهما بالبركة. ثم سألها عن أحوالهم فقالت: الحمد لله بخير ونعمة وسعة. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم، شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا، كيف وهو نبي الله وخليله. فقال: لي كذا وكذا. قال: فذاك أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد أمرني بإبقائك والمحافظة عليك. هل عرفت المعنى أيتها المباركة؟ أظنك قد عرفتيه. فالقناعة والرضا كنز لا يفنى. دائما تذكري قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمنة لا تفرح بالدنيا إذا أقبلت، ولا تحزن عليها إذا أدبرت. هدفها: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فائدة: يحق للوالدين أن يطلبوا من الابن أن يطلق زوجته إن كان بها عيب شرعي، عيب في دينها، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما لغير ذلك فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أيتها المباركة، لقد أكررت عليك بذكر الحقوق والواجبات وأطلت عليك في ذلك، فتعالي نختم اللقاء بابتسامة عن أخبار النساء. نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلم، فقال لها: أنت طالق إن صعدت، وطالق إن نزلت، وطالق إن وقفت. فرمت نفسها إلى الأرض رميا، فقال لها: فداك أبي وأمي، إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم. تزوج جحا امرأة حولاء ترى الشيء شيئين، فلما أراد الغداء أتى برغيفين فرأتهما أربعة، ثم أتى بالإناء فوضعه أمامها فرأته إناءين، فقالت له: ما تصنع بإناءين وأربعة أرغفة؟ يكفي إناء واحدا ورغيفان. ففرح جحا وقال: يا لها من نعمة، وجلس يأكل معها. فجأة رمته بالإناء في وجهه بما فيه من الطعام، فقال لها: ما لك؟ فقالت: هل أنا فاجرة حتى تأتي برجل آخر لينظر إلي؟ فقال جحا: يا حبيبتي، أبصري كل شيء اثنين إلا أنا.
أبصري كل شيء اثنين إلا أنا.